آخر تقرير منه لوزارة الداخلية، احنا نقول طبق القانون، زيلوا المخالفات، لكن أن تسحب السيارة من مطار الكويت بهذا الأسلوب، أن تكسر السيارة، والله مو حلوة يا وزارة الداخلية. شوفوا التقرير. أتوقع ما راح يوصل هذا الدرب إلا من شق التاير ومكسور الرينج. طبعا يمشون شي فيها بالشارع. جلد سحب سيارات من الصبح، لا تقول تقط سيارتك وتمشي. داخلية ما ترحم. أوف أوف، شوف شوف طقوا سيارته الرصيف. هذه سيارته فوق الرصيف، شوف طقوا فيها الرصيف عادي. وكمل الحياة مستمرة يا حلو، هذا رام اللوحة اللي يبيها. بنروح تقرير 9 أعزائي المشاهدين.